وخلونا بقى ايه نعمل شويه زلابية، نعمل شويه الله. لقمه القاضي، شويه عوامات، شويه لقيمات، هنقلبها كده ونسيبها تستوي تاني الباميه، وناخد بعضينا ونطلع فاصل. بس بعد الفاصل هستاذن حضراتكم بس نشوف حاجه مهمه جدا اساتذه المصورين. بص على الحلاوه دي كده، بص على الزلابيه دي كده، ممكن ناكلها في اي مكان في الدنيا بس بالطعم المصري ما حصلش. زلابيه، عوامات، لقمه القاضي، لقيمات، اهي العجينه بتتخمر. ايه سر التخمير ده؟ معلقه خميره على معلقه سكر بيتدوبيهم بميه دافيه، ما تحطيش ملح. الملح مطب وعرقله لعمليه التخمير. هنسيبها كده زي ما هي وناخد بعدها ونطلع فاصل ونرجع نشوف الزلابيه بالسكر البودر او بالشربات. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. الزلابيه معانا مخرجنا الجميل اهوت بالشكل ده كده، مدلعه كده النهارده، كل حاجه هنا والتفاصيل اهو، تفاصيل صغيره في عجينه الزلابيه. العجينه متخمره، بنزل عليها بالراحه كده بالشكل ده كده، بحط ايدي في الزيت عشان تتسلق بسرعه اهو. سر تخمير العجينه، معلقتين خميره زي الفل. ناعمين؟ حلو قوي. السؤال ده من الاستاذ المخرج اللي بيساله على فكره مش انا، بيقول لك تعرفي تعملي زلابيه؟ لا بصراحه يعني بص انا اقول لك على حاجه. ده واضح انك كشفت قوي دلوقتي. يعني خلاص لا ما اعرفش بصراحه، بس عاجبني قوي ان احنا هنعمل زلابيه النهارده، ان انا بحبها. طب شايف عايز اسالك بقى سؤال، بتسيب الزلابيه قد ايه؟ سوري الخميره تتخمر قد ايه؟ مش اقل من نص ساعه وحسب كميه الدقيق اللي انا بعملها. وفكره انك تحطي المعلقه في الزيت علشان تتقطع معاكي بالاحجام اللي انت عايزاها. شفت الحركه دي؟ زود زيت شويه. ما قلتليش الزلابي عشان تبقى كريسبي ومقرمشه وتتحمر بسرعه، يعني كريسبي مقرمشه لونها الاحمر الحلو ده تتحمر بسرعه. شفت الفراخ البنيه لطيفه ازاي؟ قوي. احنا عايزين بقى طبق تطلعي عليه. حاضر. عينيا ممكن تطلعيها على البلانشه دي الخشب تبقى لطيفه جميله. انا بقى بحب احط مناديل كده عشان تشرب الزيت. ممكن في مناديل موجوده عند حضرتك لسه شويه. ايوه حلو. مقادير الزلابيه على الشاشه، كوبايتين دقيق، معلقتين خميره صغيرين او معلقه اكل كبيره، معلقه سكر كبيره او معلقتين صغيرين، شويه ملح صغيرين. بعد العجينه ما ننتهي من تخميرها ما نحطش الملح على الخميره والسكر عشان الملح بيعرقل عمليه السوى. نعم هي. نشوف بقى اخبار الزلابيه وصلت لفين. ايه الحلاوه دي؟ بص على الزلابيه بالله عليك، دلعها لي شويه. الزلابيه دي كده ليه سموها عوامات؟ عشان بتعوم في الزيت. ليه سموها زلابيه؟ علشان واحنا بنعملها بتبقى زلابيه في الزيت. لقمه القاضي لان كان القاضي يحبها. شيلها كده من الزيت. هو ده زي الفل. حط على الشربات في حاجتين، يا اما نحط عليها سكر باودر يا اما شربات. انا بحبها بالسكر الباودر. أيوة. بس وانا بحبها كده بعد الفطار بقى بالشربات. الله سمع الصوت ده، صوتي جوع. اللهم صل على النبي. والفراخ البنيه طبعا من ايد الاستاذه بسامة النهارده طعم تاني حكايه حدوته. حاضر. حلقتنا النهارده تفاصيلها كتير، لها معاني كبيره وخاصه لما يقدمها مذيع شاطر واعلام شاطر زي الاستاذه بسنت الحسين النهارده، وقدمت برنامج صباح الخير يا مصر. عملنا طاجن باميه باللحمه الضاني بالطعم المصري الاصيل، عملنا شويه لسان العصفور شوربه، والفراخ البانيه ما زالت في الاخراج من ايد الاستاذه بسنت. بشكرك يا استاذه. بشكرك يا شيف، وبتمنى ان انا اكون النهارده يعني اضفت لك حاجه من خبراتي. منوراني. ايوه ميرسي يا شيف وبشكرك والله. يعني اهم حاجه اكلك يعجب الاستاذ محمد. كل حاجه يعني انا اتعلمت منك النهارده الباميه، هجربها. سلمي لي على ماما كتير وحماتك، ربنا يخليهم. شكرا لكل الساده المشاهدين، مطبخنا على شاشه القناه الاولى مش حارمينكم من حاجه، معانا كل يوم ضيف من ضيوف شاشه القناه الاولى واصحاب مكان، نشوفهم دايما على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه.
وبنشوف الاكلات اللي بنعملها وبنشرح تفاصيل كتيره. ومعانا يوم الجمعه من كل اسبوع العزومه العائليه، يعني رؤيه فن ابداع. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.